للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء والإجابة. اللهم ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدرنا. اللهم آمين. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد. النهاردة عاوز أحكي لكم شوية حكايات. أول حكاية عايز أحكيها لكم عن والت ديزني. طبعا اسم مشهور جدا، ديزني، أفلام ديزني واستوديوهات ديزني وديزني لاند. ديزني رجل عمل ما يسمى بالحلم الأمريكي، ثروة، شهرة، نجاح، يعني حاجة ضخمة جدا جدا. أعتقد أن ديزني هو رجل رأى المستقبل وعمل جاهدا أن يجعله حقيقة. وديزني مش هو الرجل الوحيد الناجح، لكن يعني في أسامي كتيرة قوي، بس أنا اخترته لأن قصته بصراحة يعني عجباني قوي. هذا الرجل اللي اسمه على أكبر إمبراطورية من إمبراطوريات العالم، نشأ في مزرعة صغيرة قوي في بلد صغيرة في أمريكا، وكان بيهوى الرسم. هل كان موهوب قوي قوي قوي؟ ناس كتير قوي قالت إنه ما كانش موهوب في الرسم. لما راح هوليوود سنة 23 ما كانش معاه غير شنطته الصغيرة اللي فيها حاجات بسيطة قوي، وشوية ورق وشوية وقلم رصاص، لكن كان معاه حاجة تانية، حاجة استثنائية. كان معاه فكرة، فكرة انه يخلي الناس تتفرج على الكرتون، على انه يعمل الصور المتحركة. في الأول يعني ابتدى يرسم ويعمل رسوم متحركة. وعلى فكرة اللي عمل فيكم حاجة وإحنا صغيرين كنا بنعملها، كنا بنرسم كورة كده بتنط وتتحرك، كنا بنجيب كتيب كبير قوي ونرسم الصورة دي بتتحرك ملي ملي، وبعدين نقعد نفر في الكتيب ده عشان نشوف الصورة بتتحرك وبتنط في في في
في ثواني. انا فاكره ان انا عملت الكلام ده وانا صغيره، قعدت ايام ارسم في الكوره وامسح واعيدها تاني واعمل حاجه غلط واقطع الورق واظبطه تاني. شيء يعني مهمه شاقه جدا جدا وبتاخد وقت طويل قوي قوي قوي. وعشان نعمل رسم متحرك بياخد الاف من الرسومات المنفصله اللي لما تتحط ورا بعضها تبقى رسمه واحده. فهو كان دؤوب كمان، ولما قريت عنه وعن قصته لقيت ان هو كان لسنوات طويله عاش عيشه فقيره جدا، يا دوبك بيقول لك كان كل اكله عباره عن التوست والفاصوليا، علب الفاصوليا كان بيجيبها من السوبر ماركت ويسخنها وياكلها بالعيش التوست. وكان عايش في اوضه، هي الاوضه اللي بينام فيها وهي اللي عاملها مكتب وهي اللي عاملها كل حاجه، كان بيدفع لها $5 في الشهر. اخذ وقت طويل قوي ومئات من الردود الرافضه لفكرته. لكن من سنة 23 لسنة 28، يعني 5 سنين، ما بطلش ان هو يشتغل على الحلم والفكرة الصغيرة اللي كانت معاه. وعمل ايه بس؟ عمل فيديو صغير قوي اللي هو مشهور قوي، اللي هو ستيم بوت ويلي، اللي بيجي في اول كل فيلم رسوم متحركة من افلامه، اللي هو ميكي ماوس قاعد عمال بيسفر وهو بيسوق السفينة. عمل ضجة كبيرة، ومن سنة 28 لسنة 33، يعني شوفوا كمان كام سنة، بيحاول يخلق جمهور وسوق لشخصية ميكي ماوس. فوصل ان في سنة 33 وصل من النجاح ان الناس كانت بتبعت جوابات لميكي ماوس، وصلت ل 800,000 جواب اعجاب. وفي خلال 10 سنين تانية عمل استوديو كبير فيه حوالي 1000 رسام، وعمل الأفلام الجميلة الحلوة زي سنو وايت والأقزام السبعة، وكانت الناس بتتحداه بتقوله الناس مش هتيجي تتفرج على الأفلام الكرتون اللي انت بتعملها، وصرف فلوس كتيرة قوي قوي قوي. بصراحة كان وجع قلب وغلب، لكنه أصدر الفيلم. وسنة 37 نزل سنو وايت والأقزام السبعة وعمل نجاح كبير قوي قوي، وتالته نجاحات كتيرة. موقفش والت ديزني عند النجاح ده وبس، كمل وعمل مشروعات تانية واستوديوهات ومدينة ترفيهية كبيرة. الناس اللي زي والت ديزني احنا بنعتبر ان هم نادرين، عارفين ليه؟ مش عشان ان هم موهوبين قوي، ولا عشان ان عندهم حظ كبير قوي، ولكن عشان عندهم حاجات تانية. هو ده اللي عايز اكلمكم عنه النهاردة. قبل ما اكلمكم على ايه العوامل اللي خلت ناس زي امثال والت ديزني ينجحوا، تعالوا أكلمكم عن شخص آخر، رجل مسلم عظيم الشأن معروف عندنا، هو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان تاجر ومشهور أيام الجاهلية بالغنى والثروة، وكان مشهور بالخلق الحسن، وكان مشهور بذكائه في التجارة. لما هاجر للمدينة خرج ومعهوش أي فلوس، خرج يعني زي ما بيقولوا يا مولاي كما خلقتني، معهوش اي حاجة. راح المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام اخى بينه وبين سعد ابن الربيع الانصاري. وسعد ابن الربيع قال له بص، يعني ايه، خد ادي مالي اهو، خد النص اهو، وادي داري اهي هقسمها بيني وبينك، حتى انا كمان متزوج من سيدتين، هطلق واحدة فيهم وتاخدها زوجة. عبد الرحمن بن عوف كان ممكن لو هو شخص عادي قبل بالعطايا دي، خصوصا ان هو جاي معهوش ولا مليم،
لكنه يعني بامتنان قال للشخص لسعد بن الربيع، قال له خلي عليك زوجتك وخلي لك فلوسك وخلي لك دارك، دلني على السوق، وريني طريق السوق فين. للأسف أنا سمعت بنفسي ستات ورجال وشباب بيتكلموا عن الحظ والتوفيق في الحياة كأنه معجزة، وهذه المعجزة متاحة بس لبعض الأشخاص. سمعت بنفسي ناس بتقول لا ده حظه حلو أصله اتولد في عيلة غنية. واحد تاني سمعته بيتكلم عن زميله يقولك لا أصل زميلنا ده بقى كان حظه حلو، أصل المدير كان بيحبه فقربه منه واداله شغل زيادة. وسمعت برضو رجل بيتكلم على رجل آخر يقولي الرجلين دول كان عندهم بيوت في نفس المنطقة، بيوت متهدمة، يقول لي لا ده حظه حلو أصله اشترى بفلوس البيت اللي باعه، بيت قديم متهدم، أسهم في البورصة والأسهم بتاعته ضربت. سمعت بنفسي سيدة بتتكلم على سيدة أخرى بتقول لك إيه لا أصلها حظها حلو أصلها اتجوزت راجل غني. وفي موقف تاني لا أصل هي حظها حلو أصل جوزها اغتنى بعد ما اتجوزه. سمعت شاب بيقول لي في الامتحان لا أصل زميلي ده حظه حلو حل في الامتحان وهو مش مذاكر. ايه ده؟ ايه مفهوم الحظ؟ وده خلاني ادور على مفهوم الحظ. تصوروا ان انا لقيت دراسات علمية معمولة فعلا تدرس دور الحظ في حياتنا، والدراسات دي لقت ان الموهبة طبعا ليها عامل، ولو تساوى الجميع في الموهبة ايه اللي بيخلي شخص محظوظ عن الشخص الاخر. فلقوا ان الاشخاص المحظوظين بيبتكروا الفرص، بيلاقوا فرص لنفسهم او بيلاحظوا الفرص لما بتعدي قدامهم وبينتهزوها. كلمة انتهازي دي بنعتبرها انها كلمة وحشة. انتهاز الفرص معناه الحركة بسرعة للاستفادة من الفرصة. انتهازي احنا خدناها على انها كلمة وحشة، لكن هي انتهاز الفرص يعني استغلال الفرص وان يتحرك بسرعة. كأن الحظ ده عبارة عن مدرسة، فعلا مدرسة، وفي المدرسة دي بنتدرب وبنتعلم على امور مختلفة. لما بنطبقها في حياتنا بيبقى حظنا حلو، لما بنطبقهاش بيبقى حظنا سيء. والحظ ده شيء صعب القياس، ما ينفعش تقول ده واحد حظه 100% وده واحد حظه 50% وده واحد حظه 3%، ما نعرفش نقول كده. لكن انا شايفة ان هو مزيج من الاعصاب والتحكم في الاعصاب والمرونة النفسية، وكمان المجازفة الحذرة بيسموها calculated risk، ان انا اخد مخاطرة ما، مجازفة ما، بس احسبها برضو، وان انا احاول دايما ان انا اكون افضل حالة من حالاتي، وان انا اتخلص من هوية ما لو الهوية دي مش بتفيدني، او اتخلص من عادة ما لو العادة دي مش بتفيدني. انا بزعل جدا لما الناس يتكلموا عن الحظ كأن الحياة مجرد لعبة قمار. زمان قوي كنت قريت شعر مصور ربنا سبحانه وتعالى والشيطان قاعدين بيلعبوا بالبشر لعبة قمار. لا، الحظ في الحياة مش لعبة قمار، مش زهر بنرميه والأغنية والله مش عارفة لو لعبت يا زهر والكلام دوة ونرميه وزي ما تيجي تيجي. لا، الحظ هو قدرتنا على اننا نحدد احنا عايزين ايه ونشتغل عليه. كل واحد فينا عنده موهبة،
موهبتي مختلفة عن موهبة جارتي، مختلفة عن موهبة جوزي، مختلفة عن موهبة أختي، مختلفة عن موهبة أخويا. كل واحد عنده موهبة. شوف إيه الموهبة أو المواهب اللي عندك، ودي عبارة عن القدرات، الحاجات اللي بتعرف تعملها، وركز عليها وحط نفسي في اتجاه معين. ناس كتير قوي بيبقوا عايزين ينجحوا، وبتجيني رسائل كتيرة قوي لشباب وسيدات ورجال عايزين ينجحوا، وبصراحة أنا بحس إن هم مجرد إن هم عايشين في عالم من الأمنيات. ما هو الحلم ده لو ما تبعتوش بخطة وبعمل دؤوب، وبإن أنا مزهقش وإن أنا متعبش وإن أنا مكلش، هيبقى مجرد أمنية. والأمنية كده خلاص، يعني فقاعة في الهوى وخلاص. زي ما قلتلكم إن الموهبة مهمة جدا، لكن اللي أكتر من الموهبة هو إن إحنا نشوف الموارد المتاحة لينا ونستفيد منها. ممكن تكون الموارد المتاحة ليك قليلة، لكن برضو محتاج انك تديرها صح، وبالتالي تزود فرص النجاح عندك. دايما يقولوا اصل، ودي سمعتها من شباب، اصل انا كنت في بيئة مثبطة، ما كنتش في بيئة محفزة، ما سبتش البيئة دي ورحت ليه حتة تانية، ما دورتش ليه على مكان تاني غني بالفرص تكبر فيه، ما خدتش ليه الخطوة. مرة رجل من الرجال العظام اللي مرت في حياتي بيقول لي اصل انا سبت الوظيفة تجيبني ورا، فانا اشتغلت في الحكومة واشتغلت سنين وسنين، فسبت الوظيفة تجيبني ورا. يعني ده قرار، يعني انت خدت قرار ان وجودك في هذه الوظيفة الروتينية اللي انت كنت مخنوق فيها افضل من ان انت تخرج وتجازف وتعمل مشروعك وتعمل حاجة تانية. ده قرار. شخص اخر يقول لي اصل انا ما تعلمتش كويس. يا جماعة، فرص التعلم موجودة، اي حد عايز يتعلم اي حاجة موجودة. دور على مصدر للتعلم. التعلم مش في المدرسة بس، مش شخص راح مدرسة لغات فبيتكلم لغات كويسة قوي، ده ما يديش فرصة للي راح مدرسة حكومية انه برضو يروح يتعلم انجليزي ويسمع انجليزي عشان يحسن لغته. بس محتاج مجهود، محتاج تدريب مكثف، واهم حاجة ان احنا نتعامل صح مع مواردنا. كل واحد فينا عنده موارد في حياته، نستغلها صح، ما نبصش ليها ونقول اصلها قليلة. قبل ما نقول انها قليلة، يا ترى اتعاملت معها صح ولا لا؟ افتكروا عبد الرحمن بن عوف لما راح السوق في المدينة ما كانش معاه فلوس، كان سايب فلوسه كلها في مكة، ومع ذلك راح واشترى وتاجر ورجع عوض ثروته تاني. كان في مقولة جميلة قوي قوي قريتها، وهي ان الحظ هو النقطة التي تلتقي فيها الفرصة مع الاستعداد. دايما نكون مستعد، لان الفرص بتعدي قدامنا. لو انت مش مستعد هتضيع الفرصة. الحظ مش صدفة، يعني الصدفة نفسها تعرفها ايه؟ هي حدثين تصادفا معا، يعني حصلوا مع بعض، هي دي الصدفة. مش حاجة كده اوه خيالية، ولا نروح بقى للمنجمين والمشعوذين واعرف ناس بتدفع فلوس كتير قوي للناس دي. لا، انا بأبدع في حاجة، ببتكر حاجة وفي طلب عليها، ده الاستعداد قابل الفرصة. نقرر من الأول أنا عايز أعمل إيه، وندخل في منافسة
مش لازم منافسة مع أشخاص حوالينا، أحلى منافسة في الدنيا هي اللي بيعملها الشخص مع نفسه. أنافس نفسي، امبارح اشتغلت قد إيه، النهاردة بقى هنافس نفسي واشتغل أكتر. امبارح وصلت لإيه من النجاح، لأ بكرة بقى عايزة أوصل لأكتر. عايزة أبقى أفضل، عايزة أبقى أحسن. مش لازم أبقى أحسن من صديقتي أو من زميلي، مش لازم، أبقى أحسن من نفسي. بكرة أنا أحسن من النهاردة، وبعده أنا أحسن من بكرة. والفشل على فكرة شيء كويس مش وحش، لأن الفشل هو اللي بيعلمنا، بس أهم حاجة إن إحنا ما نتخلاش عن الهدف اللي قدامنا. لأن الفشل حاجة من اتنين، يا حاجة أعملها وأفشل في إن أنا أعملها ما حققهاش، يا إما حاجة أوقف عملي ليها قبل ما أوصل لها. والفشل شيء جميل لأنه بيفضح حياتنا، بيعريها، بيكشفها قدامنا. ايه الحاجات الوحشة في حياتي اللي مفروض اعدلها واغيرها؟ ليه انا فشلت هنا؟ عشان تكاسلت، عشان ضيعت الوقت، عشان رحت انترفيو ما عملتش فيه كويس، عشان ما دورتش على معرفة او حد يوصلني بالمكان ده. واحلى حاجة بقى، انا فشلت عشان ما التزمتش، ما كانش عندي هدف وما التزمتش بهذا الهدف، وما حطيتش خطة للوصول لهذا الهدف، وما اشتغلتش عليه على الخطة. لأن هي دي الأربع خطوات اللي بتوصلك للنجاح: تحدد هدفك وتلتزم بيه، وتحط خطة توصلك للهدف ده وتشتغل عليها. كلام كلاشيهات وبنقوله كتير، وده فكرني بقصة رجل باحث اتعرفت عليه في جامعة من الجامعات الأجنبية، وبيقول لي ناس كتير بتتعامل معايا على ان انا رجل محظوظ، انا شايف ان الحظ قرار. قال لي انا اتولدت في أسرة ابويا كان دكتور في الجامعة وكان محب للبحث العلمي. الناس كلها فاكرة ان عشان ابويا كان باحث ودكتور في الجامعة فانا بقيت دكتورة انا كمان، لكن في ناس كتير حواليا كانت ابائها بتشتغل في مجالات معينة وفشلت انها تدخل اولادها في هذا المجال. انا تعلمت من ابويا، هذا الصديق بيكلمني وبيقولي انا تعلمت من ابويا، اخدت قدوة قدامي، و منه تعلمت ازاي احدد هدفي واحط تصور للهدف ده. بيقول كنت بقعد احلم انا عايز اعمل ايه. ده فكرني بان اينشتاين كمان اكتشف، حط قانونه الشهير للنسبية في حلم، حلم حقيقي مش حلم افتراضي. وابتديت يعني نرجع بقى لصديقي هذا الباحث والدكتور، بيقول لي ابتديت أقرأ كتير وأذاكر كل كتاب يقع تحت إيدي. ومش بس كده، أنا ما كنتش بحفظ وبس عشان أدخل الامتحانات وأجيب درجات عالية، أنا كنت بحاول أفكر إزاي أستفيد من المعلومات اللي أنا شايفها دي واللي أنا قريها في الكتب دي في حاجات تانية. قال لي حسيت ان المكان اللي انا فيه مش مديني، اللي هنا بقى تيجي اللي هو البيئه المحفزه والبيئه المثبطه. قال لي المكان اللي انا كنت فيه ما كانش محفز، ما كنتش مرتاح، فقرر ان هو يسيب البلد ويروح لبلد تاني. قال لي راسلت 200 جامعه، قال لي راسلت 200 جامعه او اكتر بمشروع البحث اللي انا عايزه اعمله، وجالي 200 جواب رفض، وكنت خلاص على وشك ان انا
يعني يحبط هو كمان. فقال لا خليني ابعت تاني، وبعت تاني في الويف الجديده من المراسلات، جاله جواب واحد بس من جامعه المانيه بتقول له اتفضل تعالى احنا عايزين نقابلك. راح قابلهم في السفاره واتكلم عن البحث بتاعه، بيقول لي ما كنتش بعرف اتكلم الماني، كان لازم اتعلم الماني، كان لازم اعمل حاجات تانية، كان لازم احسن البروبوزال بتاع البحث بتاعي اكتر واكتر. هل هذا الشخص عشان اتولد مع هذا الاب العالم الباحث كان محظوظ؟ لان في مئات بل الاف الاخرين اللي اتولدوا في عائلات غنية وانفقوا الثروة بتاعتها، اتولدوا في اسر عندها بيزنسز وبوظوا البيزنس بتاعهم، اتولدوا في, 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 في اماكن كويسة وفي حتت كويسة ومع ذلك فشلوا. نرجع تاني نقول يعني ايه الحظ. الحظ يعني نصيب، يعني قدر. ولما تخيلوا كده قدامي صينية كبيرة قوي 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 عليها أطعمة، حظي من هذا الطعام هو ايه؟ حظي من هذا الطعام اللي اقرر ان انا اخده، انا هاخد اللحمة مش هاخد الرز، ادي القرار الاولاني. واخد الطبق بتاعي، هحط اللحمة بتاعتي في الطبق ده. والله خدت طبق كبير هحط كمية كبيرة، خدت طبق صغير هحط كمية صغيرة. لو رحت بعد ما الناس كلها اكلت مش هلاقي اللي يكفيني، لكن لو رحت في الاول يمكن الاقي، ويمكن اخد نصيبي حظي. لكن لو ما كنتش انا رحت، لو ما كنتش انا خدت طبقي ما كنتش اكلت. الدنيا كده، حط عينك على هدف معين، على حاجة معينة. في بنوتة حلوة قوي قالت لي انا كنت حط عيني من وانا طالبة ان انا عايزة اشتغل في شركة معينة. قلت لها وبعدين؟ في الوقت اللي هي بتكلمني فيه ده هي كانت بتشتغل فعلا في الشركة دي بعد 5 سنين من التخرج. قالت لي كل سنة لما يفتحوا باب التعيين اروح واعمل انترفيو وادخل في كل الامتحانات واسقط واترفض واحس شوية بالفشل وابتدي تاني اشتغل تاني واشتغل على نفسي تاني واذاكر تاني للامتحان. وكنت بشتغل في شركات تانية، وكل مرتبي من اللي كنت بكسبه من هذه الشركات كنت بحطه في المذاكرة للامتحان اللي عاملاه الشركة اللي انا بحلم بيها، وادخل تاني واعمل انترفيو واترفض تاني وادخل الامتحان بتاعهم واسقط تاني. 5 سنين، مش هقول لكم 5 مرات، 5 سنين وهي بتشتغل عشان عايزه تشتغل في الشركه دي، وقررت انها تشتغل في الشركه دي، وخدت كل الخطوات اللي ساعدتها انها تشتغل في الشركه دي، وفي النهايه اشتغلت في هذه الشركه بدون واسطة، بدون معرفة، بدون أي حاجة. بس على مدار ال5 سنين دي كان في جاب، كان في فجوة، فجوة بين اللي الشركة دي عايزاه وبين اللي هي موجودة فيه. اللي يشوف إنها في الآخر بتشتغل في الشركة دي يقول آه ده بنت ممتازة، حظها من السماء. لكن لما يسمع قصتها، وهقول لكم دي انسانة عادية خالص في حياتي،
لا اتكتب عنها كتاب ولا اتعمل عنها افلام وثائقية ولا ريبورتاجات، لكن هي اللي صنعت حظها بالعمل وبالاجتهاد. واحد تاني من قرايبي كان مهندس في شركة مقاولات، ووضعه كويس، لكنه طول حياته كان عايز يبقى هو صاحب شركته. بيكلمني بيقول لي: حنان، انا ما كنتش عايز اكون صاحب اكبر شركة مقاولات في البلد اللي انا فيها، لكن انا كنت عايز يبقى عندي شركتي الخاصة. قلت له: عملت ايه؟ قال لي: قعدت احوش، كان هدفي ان انا احوش كل الفلوس اللي هكسبها عشان امول المشروع بتاعي. قال لي: وتعلمت كل حاجة مفروض اتعلمها. قال لي: اشتغلت في الشركة، شركة المقاولات دي، كمهندس 7 سنين. 7 سنين اخر واحد يخرج من الشركة واول واحد يروح الشركة تاني يوم. وكنت فعلا بشتغل زي المحموم، لاني كنت بتعلم من الشغل ده. عايزة اتعلم تصميم، عايزة اتعلم رسم، عايزة انزل الموقع واشوف بعيني عشان لو في حاجة انا مش عارفها اتعلمها واعرفها. وبعد 7 سنين راح خد الخطوة. هنا بقى الايه؟ الكالكوليتد ريسك، المجازفة المحسوبة. قعدت قلت: انا ممكن اخسر اي حاجة عادي، ممكن اخسر الفلوس دي كلها، هعمل ايه؟ هدور على شركة تانية واشتغل، لان انا السي في بتاعتي تقيلة. ما سبتش نفسي وخلاص، انا مش مهندس اي كلام. قال لي: مع ان انا على فكرة كنت ناجح بمقبول، بس ما كنتش ناجح بامتياز، بس اتعلمت وعلمت نفسي كتير. وكنت لما الاقي حد شاطر في حاجة في الشركة اللي انا فيها اروح اتعلم معاه. وعمل شركته ونجحت. وهذه الشركة عندها مشاريع تقريبا في كل الدول العربية، وبقت شركة كبيرة. وختاما، اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا عامرة بخشيتك، وأسرارنا عامرة بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتنا الحكمة وفصل الخطاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم هب لنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك، وهبنا صبرا وثباتا في الدين. اللهم اجعلنا عبرة وقدوة في الخير. اللهم قوي إيماننا، وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا. نشكرك يا الله على كل نجاحاتنا وابتكاراتنا وحظوظنا الحسنة. ندعوك أن تكون معنا في سعينا لإضافة قيمة للعالم الذي نعيش فيه، وأن تسدد خطانا وتكلل مجهودتنا بالنجاح، إنك على كل شيء قدير. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم من رمضان بودكاست مع حنان عواد، اللي اتكلمت فيها على إن الحظ ما هو إلا صنيعة عوامل مع بعض. موهبة مع هدف، مع خطة، مع عمل دؤوب، مع استعانة بالله سبحانه وتعالى عشان يمنحنا المرونة النفسية
ان لما نقابل الفشل والاحباط نرجع تاني. لو عجبتكم الحلقة ياريت تبدوا اعجابكم بالحلقة، دوسوا لايك، اشتركوا في القناة، ولو في حد في حياتكم ممكن يستفيد بالفيديو ده ابعتوله عشان هو كمان يتعلم انه ممكن يصنع حظه بنفسه. اشوفكم بكرة ان شاء الله.